السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو هذا جوة خير، جيب لكم مراجعة كرت RTX 3080. يعطيهم العافية شركة زورد وشركة اي جيم، اعطونا الكرت هذا عشان نراجع لكم، وبإذن الله راح نعطيكم ابديت عليه كل فترة. خلونا نبدأ الفيديو. طيب يا جماعة خير، زي ما تشوفون هذا هو الكرت او الكرتون حق الكرت، كبير جدا الكرتون ما شاء الله تبارك الرحمن، وبرضه ثقيل. RTX 83 من اي جيم اللي هو الفرع حق الجيمرز من عند كلرفول. طيب نسخه الفولكن اعلى نسخه موجوده في الكروت 83، راح يجيك تقدر تحكم فيه عن طريق النظام بالشاشه، او لان في شاشه طبعا 3 انش حجمها، او تتحكم بالار جي بي حقه، ويجي 3 مراوح 90 ملي يا جماعه الخير، والهيت سينك حقه جدا ضخم، راح يكون يغطي تقريبا الهيت سينك 2.5 سلات، لكن حجم الكرت بالكلي 3 سلات، فعملاق شكل الكرت. راح نفك الحين الكرتون باذن الله، وراح نستعرض لكم كل شيء باذن الله عن الكرت، وبرضه راح يكون اخر الفيديو استعراض عن الاداء للكرت نفسه. طيب الان بعد ما فكينا الكرتون جوة الخير، راح يجينا الكرتون الداخلي اللي هو الاسود زي اي كرت ثاني. الباكجينج حق كلارفل صراحه دائما يتعمون بالباكجينج، راح تشوفون ليش يتعمون بالباكجينج. اول ما نفك الكرتون راح يطلع عند الاشعار حق اي جيم، هذا يكون فيه الظرف غالبا، يكون فيه الاستيكرات، ويكون فيه حقه الضمان، وحقه برضه المانيوالز يعني بشكل عام. فقط تعطيه بشكل جدا حلو، يعني تحس النفس يعني نفس الكرت فخم جدا. وبرضه زي ما تشوفون القماش اللي حول او الفلين الموجود حق الكرت صار عليه زي طبقه زي يعني تقول مخمل او شمواه زي كذا، تحس انه فعلا الكرت جدا فخم. موجود برضه في 73 نفس الشيء، لكن هنا حطوا لنا عده كامله ما شاء الله مع الكرت، ما هو زي 73 اعطونا فقط مفك. راح يجينا برضه زي الجلافز هذه عشان يعني مع التركيب وكذا تلبسها، لكن ما راح البسها انا طبعا العموم لان لبسناها في 73. طيب الان بعد ما نطلع الباكج هذا نفسه، راح يكون فيه اشياء جدا حلوه صراحه، منها راح يكون فيه زي الترايبود عشان تسند عليها الكرت، لان الكرت جماعه الخير وزنه 2.5 كيلو جرام، فحجم الكرت جدا ثقيل. فاذا انت بتسند عندك الكرت على نفس الترايبود هذا او السبورت للكرت، يكون على في 3 اطوال ممكن تحطها. برضه راح يساعدك انه يسوي سبورت للكرت انه ما يكون مايل او اي شيء، وبرضه راح يكون معه زي المفك. وبرضه عندنا الكابل هذه عشان نقدر نستخدمها للشاشه، نحط فيها حقه زي ما يسمونها الصور او الجيفس، او ممكن تحط اكثر من شيء صراحه. فصراحه شيء جدا جميل. وبرضه هذه المسامير عشان نحطها زي تمسك الكرت من الطرف الاخر عشان ما يميل عندنا. طيب استعرضنا عندكم الكرتون ما شاء الله، جاي عده كامله مع الكرت ما شاء الله تبارك الرحمن. الان راح نفك النايلون هذا او السليفز هذا من عن الكرت نفسه، وراح نوريكم ما شاء الله جدا كبير يا جماعه الخير الكرت. يعني عرفت عدت اكثر من مره الكلمه، لكن فعلا يعني حجمه جدا كبير وثقيل جدا. فخليك من تبي اذا ركبته عندك في المذر بورد، لانه ممكن اذا ما كانت مدعمه في الالمنيوم ممكن يكسر سلات عندك. زي ما تشوفون وضعنا طلعنا من الكرتون الان 3 مراوح 90 ملي موجود عندنا، تقدر تتحكم شعارات اي جيم تلفها زي ما تبي يمين ويسار، غير دوران المراوح، فالشعار يدور الحال والمراوح تدور الحال. فحركه حلوه عشان لو تخلي الكرت افقي تقدر تضبط الشعارات على كيفك، ولا تكون يعني تحسها تدور مع المروحه يكون شكلها غبي شوي. طيب راح يجينا بشاشه 60 هرتز 3 انش، وبرضه ال سي دي راح تقدر تحط عليها يستعرض لك معلومات الكرت والسي بي يو والرامات، وبرضه تقدر تشوف الحراره، ممكن تضيف عليها صور اللي انت تبي تسوي لها كستمايز على كيفك. المداخل عندنا يا جماعه الخير راح يكون في 3 مداخل ديسبلاي بورت 1.4 و2.1 اتش دي ام اي، وزر الكسر اليدوي من عند تضغط زر خلاص كسر عندك الكور نفسه. طيب يا جماعه الخير الكرت جدا ممتاز زي ما تشوفون، زي ما تشوف 3 سلات تقريبا حجم الكرت، فتاكد انه يدخل عندك في الكيس، لانه وبرضه طول تقريبا يجيك راح يجي 30 سنتي، فتاكد انه يدخل عندك في الكيس بالطول وبالعرض. خاصه الكيسات الصغيره راح يواجه مشكله، والكيسات الصينيه. طبعا برضه السكرين عندنا يصير زي الفليب زي ما تشوفون هنا، عشان لو تخلي كرت افقي زي كذا ما عندك اي مشكله، ما راح تواجه اي مشكله. طيب الحين راح نشغل الكرت زي ما تشوفون، مشغل الشاشه ما شاء الله تبارك الرحمن، الريزولوشن حقه جدا ممتاز ما شاء الله، يعني ما توقعته ابدا بهالوضوح هذا. اول ما نشغل الكرت راح يجينا زي كلمه فولكن على نفس الكرت، كتبه جدا جميله صراحه، ولكن اول ما يشتغل راح نوريكم الاشياء اللي ممكن تسوين بالشاشه هذه نفسها. الكرت راح ياخذ يا جماعه الخير 8 بنز، يعني 3 مداخل، يعني نتكلم عن 24 بن، فتاكد ان الباور سبلاي يدعم عندك. طبعا كلام كارفول يحتاجون 850 واط ريكومندد باور سبلاي،
فخلي لك 850 واط او 800 واط على حسب الجهاز اللي عندك. لكن انا اللي عندي 850 واط واشتغل كارت بشكل جدا ممتاز. طبعا زي ما تشوفون هذا هي شكل الشاشه جوعه خير جدا ممتازه. راح نوريكم الاشياء اللي ممكن تسويها بالشاشه. زي ما تشوفون ممكن تشوف الوقت، ممكن تشوف سرعه دوران المراوح حقت الكرت، ممكن تشوف الكسر، اشياء كثيره ممكن اخليها دول سكرين زي كذا، يعني شاشتين الوقت واشياء ثانيه تورين مثل درجه الحراره والاشياء هذه. برضو ممكن تنزل السطوع حق نفس الشاشه زي الان احنا راح ننزل لكم، او ممكن تطفي الشاشه زي ما طفيت الحين انا. تقدر تسوي اكثر من شيء صراحه. زي ما تشوفون هذا الحين بدات ترمش زي كثر لاني نزلت السطوع. ف صراحة الشاشة تقدر تسوي لها كستمايز برنامج الاي جيم سنتر من نفس الموقع حق اي جيم راح تحمله. زي ما تشوف يعني تقدر تسوي بها اكثر من شيء الشاشة نفسها. راح برضو اوريكم اقدر اسوي كستم، اكتب اي كتبة ابيها، احط اي صورة ابيها، احط اي صورة متحركة ابيها يعني. وزي ما تشوفون ال سي دي الدقة اللي عندنا هنا او نوع البانل الموجود ال سي دي و3 انش و60 هرتز، عشان لو تحط جي اف راح تطلع شكلها جدا ممتاز ما تحسها ملقلقة مع 30 انش. فصراحة ممكن تحكم فيها زي ما تبي أنت، ممكن تطفيه إذا ما عجبتك. وبرضو فيها الكرت RGB ما شاء الله من تحت، وبرضو على الباك بليت في RGB استعرضنا بداية الفيديو ورح نستعرض من نهاية الفيديو. زي ما تشوفون هذه سرعة الكسر حقة المعالج، يعني مو فقط الشاشة تعرض حقة الكرت لحاله، لا تعرضك المعالج والكرت وبرضو هالرامات عندك. فصراحة شيء جدا جميل من حرارة ولود استخدام يعني ودوران مراوح عندك في الكيس، كل شيء تستعرض الشاشة ما شاء الله، يعني صغيرة لكن ما شاء الله بتاعت كله. برضو شكله جدا جميل. لكن الشيء اللي معجبني في الكرت انه المداخل زي ما تشوفون حقة نفس الباور سبلاي صراحة شكله راح يغطي على كلمة الجي فورس RTX 3080. اتمنى لو كانت الكتبة يسار، وليت لو كان شعار اي جيم هذا لو كان RGB راح يطلع شكل جدا ممتاز. وزي ما تشوفون الشاشة تعرض لكم انا سويت اي شيء يعني او كل شيء موجود في البرنامج استعرضته لكم. وبرضه جعلت خير الكرت هذا لما سويت عليه بنش مارك درجه حراره، اعلى حراره وصلها ما شاء الله تبارك الرحمن 65 درجه، مع ان رماته 10 جيجا جي دي دي ار 6 اكس تكون درجتها حاره. زي ما تشوفون هنا حطت كتبه باسل تكنولوجي، انت ممكن تحط اي كتبه او اي صوره تبي، شيء راجع لك هذا. والكرت جعلت خير راح اعطاني البنش مارك صراحه حقه، يعني اداء جدا رهيب. هل في فرق بين 3070؟ طبعا فرق جدا كبير على 3070 يا جماعه، تقريبا اتقدر الفرق تقريبا من 10 او عذرا من 15 الى 25% على حسب اللعبه. طبعا تجربه على 2K كل الالعاب، عارف الكرت هذا يشغل 4K لكن انا جربته على 2K. فهنا خلص الفيديو حقي، اتمنى انه يعجبكم. لا تنسوا تسوون لايك سبسكرايب وشير، راح اخليكم مع بنش مارك بعد شوي. فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كان معكم باسل من قناه باسل تكنولوجي، في امان الله.